أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في فلوج جديد من فلوجات Travels by Chevy. اليوم جينا إن شاء الله على زيارة مهرجان ربيع ينبع. هو مهرجان يقام بالأصح، يعني يقام كل سنة في مثل هذه الأوقات، من شهر نوفمبر إلى جانوري. وما حبيت أطول عليكم، لكن تعالوا معايا وشوفوا اللقطات اللي تم تصويرها لهذا المهرجان. أوكي، طبعا في فعاليات مهرجان ربيع ينبع، وهو من الفعاليات اللي تقام كل سنة في مثل هذه الأشهر اللي هي من نوفمبر إلى ديسمبر، وغالبا ما تمتد إلى فبراير أيضا. هذا المهرجان يحتوي على يعني عدة فعاليات، من ضمنها فعاليات الشوبينج أو اللي يعتبر البازار، خاص بالعوائل وخاص بالمقتنيات المشتريات من هنا. وأيضا في من حديقة الحيوان أيضا تم إضافة الفعالية هذه، بأنهم جابوا مجموعة حيوانات وعملوها في أقفاص، وكانت جدا جميلة. وغير كذا أيضا زي ما أنتم شايفين الألعاب الخاصة بالأطفال، الألعاب الهوائية، أطفال الصغار، أيضا المسرحيات والأشياء اللي تقام أيضا للأطفال. ناهيك عن الجلسات اللي خاصة بالكبار. أوكي، شوفوا معايا كده، خليكم معانا على الفيديو هذا. هنا طبعا من مدخل الإيفنت، المدخل الرئيسي له. اوكي، هنا ايضا زي ما انتم شايفين المدخل للسوق نفسه له مدخلين، في مدخل الشرقي ومدخل الغربي. ننتقل الآن إلى قسم حديقة الحيوان. طبعا هذه بعض الصور مقتطفات للمدخل نفسه. طبعا هنا هو حديقة الحيوان، هنا عندكم الخضار اللي عيونك مرة وعلى النار، عيونك مرة وعلى النار.
الأطفال هذه الجمعية وفقيها تناسب الأطفال العوائل. هذه طبعا طيور النسر، القفص الخاص بطيور النسر. حدائق ماوكلي، هذا طبعا قسم السلحفات، السلاحف البرية. صراحة أيضا في مشكلة هنا، مشكلة الإضاءة داخل الأحفاص. هذه طبعا أقفاص أو قفص الضباع، طبعا الضبع ما يتلف يمين يسار، لا يلتفت لا يمين جمته ولا يسار، يلتفت بجسمه كله. هذا طبعا قفص الأسد، The Lion. طبعا سبحان الله من الطرائف انه قفص الاسود والضباع بجانب الحيوانات الاليفه اللي هي الخيل الاوروبي. هذا الجمل الأمريكي، لا هذا الجمل الأمريكي اللي سمعته. أمي ذاك كديش أقول له، أمي ذاك كديش أقول له.
كاملة. هذا الجمل. هذا طبعا الجمل الأمريكي موطنه في أمريكا الجنوبية في البرازيل والأرجنتين. الجمل هذا يجي بسلام من سبحان الله. يا يلا يا قديش. وهذا الخيل العربي. طبعا نعتذر على عدم جودة بعض الصور وبعض الأقفاص اللي موجودة هنا مظلمة بسبب عدم وجود الإضاءة، وهذه مشكلة صراحة احنا واجهناها داخل الإيفنت هذا، ووجهنا بذلك شكوى إلى مدير المعرض أو مدير هذا الإيفنت بأنه يضيفوا إضاءات عشان تقدر الناس تشوف الحيوانات الموجودة هناك. ناهيك عن انه الايفنت هذا بيفتح من 5 العصر الى الساعه 12 الليل، يعني فتره المساء هي اكثر فتره فيه، يعني يعم الليل هناك اكثر من النهار، فالنهار ما في احد بيجي يزوره، فالناس كلها بتزور في الليل. فهذا الشيء طبعا لابد اعاده النظر فيه وبتفادي مثل هذه الاخطاء. ايضا في بعض الاماكن او اغلبها بالاصح غير معرف باسماء الحيوانات وغير معرف بانواعها ومسكنها وموطنها، بعض المعلومات الثقافيه عن طريق عن مثلا عمرها متوسط العمر التي تعيشه، هذه ايضا الشغلات هذه غير مضافه هنا، فالناس اللي حابه تعرف معلومات ما راح تعرف اي شيء، مجرد فقط حتشوف صور واشكال الحيوانات الامامه فقط. اول حب نغنى بحياتي اللي غاب شوي وخلاني احب الحين احبه. أول حب من حياتي اللي غاب شوي خلاني أحاتي صار قلبي أجمل أمنياتي أجمل أمنياتي حيل أحبه. طبعا هذه من ضمن الريسايكلينج، هذه طبعا مكونة من إطارات قديمة، قام فريق الريسايكلينج بإعادة تصنيعها وتدبيرها، صنع منها زي ما انتم شايفين كذا مجلس كراسي على طاولة على جنبات كذا، صراحة استفادوا من الإطار بدل ما يرموها ولا يفهموها ولا شيء.
وعلى الله ما كنت طولت عليكم، واللي عجبته الحلقة يعني يدعمنا بعمل لايك، واللي عنده أي اقتراحات ما ينسى إنه يحط اقتراحاته في الكومنت وراح نرد عليكم إن شاء الله فيها. وراح أضيف الموقع المهرجان هذا عندكم في الديسك في صندوق الوصف اللي هو الديسكريبشن تبع الحلقة هذه. اللي عجبته الحلقة يعمل لايك، واللي مو مشترك يا ريت يدعمنا باشتراكه.